خلينا نتكلم عن ونخش في الموضوع مباشره، ارقام لعيبه النادي الاهلي النهارده او لاعبي النادي الاهلي النهارده. طبعا ابرز لاعب في النادي الاهلي النهارده هم اثنين، يعني طبعا هم كلهم للامانه طبعا الجمهور، لكن فنيا بقى اللعيبه، هم اللعيبه النهارده كلهم رجاله ويستحقوا التحيه. هتلاقي الارقام قريبه بالنسبة. قريبه بالتقييم، قريب جدا، ولكن الابرز طبعا علي معلول يستحق ان هو يكون ابرز لاعبي الاهلي في المباراه، متسبب في الهدفين، يمكن هو صنع هدف وتسبب في هدف ثاني، اكتر لاعب معانا الارقام، اكتر لاعب عامل كرات عرضيه في المباراه، هي الارقام على الشاشه هنا، صنع هدف، اتسبب في هدف اخر، اكتر لاعب عمل كرات عرضيه، عامل 14 كره عرضيه، علي معلول بدقه عرضيات وصلت ل 36%. علي معلول كمان انا بقول عليه اكتر من مجرد ظهير ايسر، مش مجرد باك ليفت بس، هو اكتر لاعب صانع فرص في الفريق اربعه. علي معلول في حاليا هو اكتر لاعب صانع فرص في البطوله او في النادي الاهلي في البطوله، كان تسعه والاربعه دول يعني حوالي 13 فرصه، عامل اربع مراوغات ناجحه. تاني اكتر لاعب بيعمل لونج باص، بيحضر الهجمه من تحت 11 تمريره بنسبه دقه تمريرات وصلت ل 64%، دقه تمريراته القصيره 90%، حصل على خطا واحد. علي معلول للامانه اكثر من مجرد ظهير ايسر، مكسب كبير جدا للنادي الاهلي. يعني بصراحه فعلا اكتر من مجرد باك شمال، لعيب مفتاح لعب، مفتاح لعب مهم قوي، يصنع هدف، يتسبب في هدف، بيفتح لاخر الخط، كان عامل جبهه قويه جدا مع عجايه او حتى لما كان رمضان بيميل عليهم. علي معلول للامانه يستحق افضل لاعبي او اكثر من مجرد ظهير ايسر بسبب ارقامه طبعا، لانه صنع الهدفين، اكتر لاعب عامل عرضيات، اكتر لاعب عامل فرص، راجل يعني بصراحه عالمي علي معلول. تاني واحد مروان محسن. مروان محسن بقول دايما ان هو ميزته انه احسن مهاجم في مصر، بيقطع على القائم القريب، بيقطع على القريب. برافو عليك، برافو عليك، احسن مهاجم في مصر بيقطع على القريب. مروان اصله لعب معايا في ما كنت بلعب اعتقد في بتروجيت، وكان لسه صغير جدا عن كده، وكان بيقطع دايما على العرض القريب. اتفضل. فلو بصينا على الارقام، غير هو جايب الهدفين على فكره من تحركه على القائم القريب لعلي معلول، وفي واحده كمان كان اجايه لعبها له كان هيلحقها، جايب هدفين، الهدف الثاني نتاكد، وواحده اللي حطها في اول الشوط الثاني على جنب العرض، اتاكدت ان هو الهدف الثاني اتحسب له، يعني الهدفين لمروان محسن لعب 76 دقيقه. ميزه مروان لا، الهدف الاولاني الهدف لا الاولاني لم يحسب له، هدف عكسي. انا كلمت حد في الجهاز الفني يعني لا كتب ان هو لم يحسب لمروان محسن وحسب للاعب المدافع في نفسه يعني. ماشي، هدف، احرز هدف، اكتر لاعب فاز بالتحامات ثنائيه في المباراه، 10 التحامات فعلا. ايوه، دي حاجه تاكد ان الراجل ده محطه. الراجل ده لما احنا بنعمل اللونج باص سواء من علي معلول او من محمد هاني، الراجل ده على طول بيستلم، بيحضر للي جايين، فاز ب 10 التحامات. الراجل ده مهاجم سوبر يعني، بامانه كان يستحق ينضم لمنتخب مصر. مروان طبعا مهاجم دولي ولعب كاس عالم، اكتر من فاز بالتحامات هوائيه، فاز ب 10 التحامات، راح على الجون محاولتين على المرمى، عمل مباراه كبيره جدا. معلش يا احمد قبل بس ما نتكلم، ده هدف قريب جدا لهدف مروان محسن، طبعا ده شوطه جامده، هو مروان حطها من فوق الجون، احنا بس طبعا يعني مش الهدف ده، الهدف بتاع متعب ده، هو شبيه ليه بس، هو عمال وقفها كده ولف حطها، بس حطها يعني بس شويه يعني، هي مناسبه قريبه شويه، في قريبه شويه القطع على القائم القريب، الاثنين قطعوا على القائم القريب سواء متعب او مروان، لكن مروان في الجون ده معلول للامانه عدى من المدافع بمنتهى المهاره، اللي هو نور الدين خورشيد دوت، عدى منه بمنتهى المهاره وعملها عرضيه لمروان، مروان عدى من المدافع وحطها، فمروان يستحق بصراحه تاني اعلى تقييم بعد علي معلول. اذا التقييم الاول علي معلول، التقييم الثاني مروان محسن، الثالث اللاعب الجندي المجهول اللي بيتطور بشكل لا مش مستمر. مجهول الحقيقه، قبل ما تقول مين، عمرو السوليه. ماشي، عمرو السوليه اكتر لاعب قام بتمريرات في الملعب، معانا ارقامه برضو، اكتر لاعب عامل تمريرات، اكتر لاعب قطع كرات. نعم. مع كريم نيدفيد الاثنين اهو، دي ارقام عمرو السوليه. عمرو السوليه قطع الكوره 19 مره، عامل 8 تمريرات طوليه للامام، اكتر لاعب عامل تمريرات 68 تمريره، وحاول على المرمى مرتين، وعامل 3 مراوغات ناجحه. عمرو السوليه ونيدفيد الاثنين قاطعين الكوره 19 مره الاثنين. فهنا السؤال برضو، كريم نيدفيد فين من منتخب مصر؟ كريم نيدفيد للامانه كان يستحق، بما ان الراجل خفير اجيري كان بيختار بعض اللعيبه اللي هو بيجربهم، كريم نيدفيد في الفتره الاخيره اللي بيقدمه على الاداء الشهرين اللي فاتوا دول يستحق الانضمام لمنتخب مصر، خاصه كمان ان خفير اجيري بيلعب 4-3-3 والراجل لاسارتي بيلعب 4-3-3. اذا سواء السوليه او نيدفيد مناسبين جدا الاثنين، طبعا هو اخذ السوليه وما خدش كريم نيدفيد. دول الاثنين الارتكاز. معانا بقى رقم مميز قوي للمكار الداهيه، جونيور اجايه. اجايه اكتر لاعب
في المباراة عامل مراوغات ناجحة. خمسة من خمسة بنسبة نجاح 100%. يعني الخمس مراوغات اللي راح فيهم عدى فيهم خمسة من خمسة. ده لعيب ذكي، لعيب مكار، لعيب تقيل قوي، بيلعب فروة مهاجم صريح، يلعب جناح ماشي، لعيب مكار محطة، يشتغل كل حاجة أجايه، يعني عبقري، بسميه دايما العبقري لأنه ذكي. ويعني فعلا لعيب فيه النكهة، يعني زي فلافيو كده، النكهة اللي هي الأفريقية بروح الفانيلا الحمراء. ده جونيور أجايه. الأرقام برضو ما ننساش حسين الشحات. حسين الشحات رغم إن هو نزل أو لعب 20 دقيقة بس، لأنه النهاردة بيستعيد الثقة في نفسه. أكتر لاعب راح على الجون رغم إنه لعب 20 دقيقة بس، ثلاث مرات سجل منهم الهدف وفك النهارده، يعني نقدر نقول ان هو استعاد الشخصيه، لو هدف حلو كمان وهدف جميل وبرجله الشمال، يعني استعاد الشخصيه، استعاد الثقه في نفسه. ان شاء الله الهدف ده يكون بدايه انطلاق حسين الشحات مع النادي الاهلي. بعد كده رمضان صبحي. رمضان صبحي كان في انتقادات في الفتره الاخيره، للامانه كان الاداء ما كانش قوي، النهارده بيتطور الاداء، بيتحسن، بيروح، عنده ثقه. مروان يعني رمضان دايما بيظهر في الماتشات اللي بتبقى في القاهره مع الحماس الجماهيري، مع الضغط بيبان، لما بيتحط تحت ضغط بيبان بشكل كويس. الهدف عدى من اثنين، اللي هو اللي عمل الاسيست لحسين الشحات، قدم مباراه كبيره جدا بصراحه رمضان. برضو ما ننساش محمد هاني. محمد هاني كنت هقول لك انت على طول ظالم محمد هاني. لا محمد هاني ده الناس كلها هي اللي ظالمه محمد هاني. لا محمد هاني، محمد هاني ما ينفعش يتظلم، ان يكون الافضل دائما خلال الفتره اللي فاتت. مباراه يمكن مستوى دايما 80-90%، نزل في مباراه واحده وطلع تاني طبعا. يعني هو ده الله يرحمه كابتن جوري كان دايما يقول لنا ايه، ان انا عايز لعيب يفضل فتره طويله جدا 7 من 10 او 6 من 10، مش عايزه يجي لي في مره في ماتش يبقى 9 من 10 او 9.5 من 10 وبقيه الماتشات 4 من 10 طبعا. وبالتالي هو اللعيب اللي دايما بيحافظ على مستواه ده بيبقى لعيب كويس جدا طبعا. محمد هاني كمان اكتر لاعب عامل تاكلينج صحيح في البطوله كلها. محمد هاني اللي ياكد ان محمد هاني ماشي بشكل كويس قوي، ان هو في التوب على طول، ان انت تشوف احمد فتحي على الدكه. مفيش باك يمين جه في مصر قعد احمد فتحي على الدكه. للامانه احمد فتحي في الفتره الاخيره لما تشوفه على الدكه تعرف ان في باك يمين خيالي مع النادي الاهلي او ماشي بشكل كويس زي محمد هاني. محمد هاني بيعيش احسن فترات حياته مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره. مظبوط.